في إطار الرعاية الصحية المجتمعية في ولاية تيارت، قام البروفيسور تواتي رضا الخبير في مجال أمراض القلب بخطوة ملموسة نحو تعزيز صحة الأطفال الصغار. تم تنظيم سلسلة من الفحوصات المجانية في عاصمة الولاية بهدف الكشف المبكر عن أمراض القلب لفائدة هؤلاء الأطفال. Et là, c'est, statistiquement, c'est comme ça. Mais il se trouve que, personnellement, j'ai vu des femmes, à l'âge de 20 ans, avoir un bébé trisomique. وما يميز هذه المبادرة هو أنها لم تقتصر على تقديم الفحوصات فقط، بل شهدت شروحات مفصلة للمتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي في الولاية. Le point le plus important, c'est que la trisomie 21 donne pratiquement 40% de bébés malformés du cœur. 40%, c'est presque la moitié. Et le plus important de ce que je vais dire aujourd'hui, bien là, c'est la prévention. C'est la prévention. نجد في هذه المبادرة مثالا ملهما على العمل المشترك من أجل صحة الأطفال ورفاهيتهم. نأمل أن يستمر هذا الجهد في تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع.